تعقد هيئة جودة التعليم والتدريب الامتحانات الوطنية لطلبة الصف الثاني عشر بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في الفترة من 28 من إبريل إلى 30 من إبريل الجاري في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والمهارات الرياضية، وذلك بمشاركة طلبة المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذة أميرة البلوشي، مدير إدارة الامتحانات الوطنية في هيئة جودة التعليم والتدريب. نرحب فيك أستاذة أميرة في نشرة أنباء الثالثة، وبداية لو نلقي الضوء على ماهية الامتحانات الوطنية. مساء الخير وشكرا على الاستضافة. الامتحانات الوطنية هي امتحانات يتم إعدادها وتصميمها وفق أفضل الممارسات الدولية في عمليات التقييم، فهي امتحانات تعقدها هيئة جودة التعليم والتدريب لطلبة الصفين الثاني عشر والتاسع. وتهدف امتحانات الصف الثاني عشر في قياس الكفايات الرئيسة اللي المفروض الطالب اكتسبها بعد استكمال 12 عام من التعليم ما قبل الجامعي، بينما تهدف امتحانات الصف التاسع بشكل أساسي إلى قياس مستوى أداء الطلبة وفق المنهج الوطني المعتمد بمدارس مملكة البحرين من خلال قياس مهارات والمعارف والكفايات في المواد الأساسية. نعم، يعني أهمية عقد الامتحانات الوطنية بالنسبة إلى قياس مستوى التعليم في مملكة البحرين، ما هي الأهمية في ذلك؟ طبعا الامتحانات الوطنيه مهمه بحيث كونها هي اداه قياس مستوى الاداء للطلبه، حيث يتم تحليل النتائج وبالتالي اعداد تقرير. من خلال هاي التقرير يتم ابراز ابرز جوانب القوه في اداء الطلبه والجوانب التي بحاجه لتطوير، مما يساهم في دعم الاطراف المعنيه اتخاذ اي قرارات مناسبه من شانها تطوير النظام التعليمي بمملكه البحرين. نعم، طيب استاذة اميره، يعني ما هي، يعني لماذا يقدم الطلبة الامتحانات الوطنية تخصيصا في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والمهارات الرياضية؟ شكرا على سؤالك. تهدف الامتحانات الوطنية هاي المواد تقدم الهيئة في هاي المواد الثلاثة، أولا كونها مواد مشتركة يدرسها جميع الطلبة في مختلف مدارس الثانوية في المرحلة الثانوية في مملكة البحرين باختلاف المساقات التعليمية، وإضافة إلى كون أساسيات هاي المواد الثلاث هي أساسيات يجب أن يمتلكها الخريج تمكنه من استكمال التعليم الجامعي إن شاء الله في المستقبل. نعم، أستاذة أميرة، كيف يعني يمكن للطلبة الاطلاع على نتائجهم؟ الطلبة يقدرون يطلعون على نتائجهم من خلال البوابة الوطنية bahrain.bh، ويقدرون يحملون بعد كذلك النتائج، وكذلك بيتوفر رابط للنتائج عبر موقع هيئة جودة التعليم والتدريب. نعم، أستاذة أميرة، بالنسبة للامتحانات يعني هي هل تشمل طلبة المدارس الحكومية وطلبة المدارس الخاصة أيضا؟ بالنسبة للصف الثاني عشر فهي تشمل جميع المدارس الثانوية الحكومية وبصورة اختيارية للمدارس الخاصة، أما بالنسبة للصف التاسع فهي تشمل المدارس الحكومية فقط. نعم، أستاذة أميرة البلوشي، مدير إدارة الامتحانات الوطنية في هيئة جودة التعليم والتدريب، شكرا جزيلا لك.